نناقش هذا الموضوع مع ضيفنا من الجزائر ممثل مراسلون بلا حدود في شمال أفريقيا والشرق الأوسط خالد دراني. أستاذ خالد مساء الخير لحضرتك، أهلا بك معنا في أخبار الليلة على شاشة الحدث. نتحدث عن عدد كبير من الصحفيين الذين قتلوا في هذه الحرب، وهو رقم يوصف بأنه رقم من أكبر الأرقام التي سجلت بحرب عمرها 45 يوما. ما هي تقاريركم؟ كيف تتعاطون مع هذا الأمر؟ مساء الخير. نعم الحصيلة مروعة وفظيعة جدا. لأعطيك مثال فقط على سبيل المقارنة، في حرب أوكرانيا التي تدوم منذ عام ونصف قتل 17 صحفي في عام ونصف، والآن نحن إلى أكثر من 50 صحفيا في حوالي 5 أسابيع في قطاع غزة وفي فلسطين. هذه الحصيلة مروعة فظيعة. نحن نندد منذ أول يوم ضد استهداف الصحفيين، ونحذر ونذكر دائما القوات الإسرائيلية أن استهداف الصحفيين هو جريمة حرب، وهذا ما دفع مراسلون بلا حدود إلى أن ترفع شكوى رسمية ضد الحكومة الإسرائيلية في المحكمة الجنائية الدولية. نحن نواصل في مساعدة الصحفيين في عين المكان، في إيصال المساعدات، في إعطاء النصائح، مع أن قطاع غزة أصبحت اليوم منطقة خطيرة جدا جدا للصحفيين، مع اغتيال اليوم صحفيين آخرين وهم فرح عمر وربيع المعماري رحمهم الله. بالفعل يعني، ولكن أيضا يعني إلى جانب المخاطر التي يتعرض لها صحفيون خارج قطاع غزة، نريد أن نركز أكثر على ما يتعرض إليه صحفيون داخل قطاع غزة، لأنه هم ليسوا فقط صحفيين هناك، هم من أهل المنطقة، يتعرضون لكل ما يتعرض له أهالي هذا القطاع. فعليا ما هو التعاطي معهم؟ كم فعلا هم بخطورة كبيرة بهذه المرحلة الآن؟ الوضعية خطيرة جدا بالنسبة للصحفيين الموجودين الآن في قطاع غزة لعدة أسباب. السبب الرئيسي هو أنهم لا يستطيعون أن يغادرون قطاع غزة، كما هناك أيضا صحفيون لا يستطيعون أن يدخلون إلى قطاع غزة. ولكن الأخطر هو هؤلاء الصحفيين، نحن ليس لنا العدد الدقيق وبالضبط، ولكن نعرف بأنهم لا يستطيعون مغادرة قطاع غزة. ليست لهم يعني تمويلات، ليس لهم ما يأكلون وما يشربون، يعني حتى هم ضحايا لنقص المؤن الغذائية التي هي ضحيتها كل سكان قطاع غزة. وطبعا هم في كل مكان مستهدفين، كل الصحفيين استهدفوا في قطاع غزة مهما كانت جنسياتهم أو وسائل الإعلام. أذكر طبعا بأن هناك أكثر من 50 صحفي قتل، وهناك أكثر من 60 وسيلة إعلام ومكتب إعلامي استهدف من طرف القوات الإسرائيلية. لذلك نحن نقول ونكرر ونذكر بأن سلامة الصحفيين وحماية الصحفيين يجب أن تكون أولوية. طيب اليوم ما هي الآلية القانونية لمتابعة هذا الموضوع عندما نتحدث عن حرب بهذه الخطورة على الصحفيين؟ هل يمكن القيام بأي إجراءات قانونية؟ الإجراءات القانونية، هناك عدد من المنظمات ومن الدول، أذكرك بأن هناك أيضا دول قدمت شكوى إلى المحكمة الجنائية الدولية، منها بوليفيا والجزائر وكولومبيا، و المنظمة التي أنا الناطق باسمها مراسلون بلا حدود، التي قامت بتحقيق دقيق حول استهداف الصحفيين في قطاع غزة. وبناء على هذا التحقيق قمنا بتقديم ملف شكوى رسمية إلى المحكمة الجنائية الدولية. ما نطلبه من هذه المحكمة هي أن تقوم بتحقيق حقيقي وجدي في قطاع غزة، لأنه من النادر أن تقوم المنظمة بتحقيقات جدية، ولكن اليوم الأمر خطير جدا، الأمر مروع وفظيع. إن حصيلة الصحفيين المغتالين ليس لها مثيل منذ أكثر من 24 سنة. فاليوم يجب على المحكمة الجنائية الدولية وعلى المؤسسات الدولية أن تحقق حول هذه المجزرة الفظيعة. طيب ما هي الأجوبة التي تأتي إلى الآن من المحكمة الجنائية الدولية في ظل غياب أي دور لها بأي حروب سابقة عندما يتعلق الأمر بقطاع غزة؟ لا، المحكمة الجنائية الدولية قامت ببعض التحقيق، ولكن نادرة جدا، في بعض الدول الأوروبية منها يوغوسلافيا إلى آخره، ورواندا على ما أعتقد.
ولكن نحن في مراسلين بلا حدود نعول كثيرا عن الضغط الدولي، عن الضغط الشعبي والدولي من اجل اجبار المحكمه الجنائيه الدوليه على ان تقوم بتحقيق حقيقي وان نتوصل اولا وقبل كل شيء الى وقف اطلاق النار لامكانيه القيام بهذا التحقيق ولحمايه المدنيين والصحفيين على قدر سواء. كيف يمكن تفسير الاستهداف المباشر لصحفيين يرتدون السترة ويرتدون الخوذة، ويعني من الواضح جدا أنهم صحفيون؟ حصل ذلك في لبنان عند أول استهداف، كذلك أيضا فقدنا زميلا هو عصام العبد الله، وأيضا الآن نتحدث عن نفس الأمر. يعني هذا كيف يمكن تفسيره، استهداف إسرائيلي بهذا الشكل لهم؟ نعم، نحن قمنا أيضا في مراسلون بلا حدود بنشر منذ 3 أسابيع تحقيقا مطولا حول مقتل زميلنا عصام عبد الله، وتوصلنا إلى خلاصة بأن عصام عبد الله تم استهدافه من طرف مروحية إسرائيلية، كما تم أيضا استهداف الموكب الصحفي الذي كان مرافقا له، وكانوا معروفين بأنهم صحفيين وكانوا في منطقة معروفة بأن فيها صحفيين. لماذا يتم الاستهداف؟ أولا من الجيد أن نقول بأن هناك استهداف، لأن بعض الأطراف منها الأطراف الإسرائيلية تقول بأنها لا تستهدف. لا، هناك استهداف واضح للإسرائيليين. استهداف الصحفيين هو جريمة حرب. الاستهداف الهدف منه هو التعتيم عن الأخبار، التضليل، منع الصحفي من العمل في قطاع غزة، ومنعهم خاصة من نقل الحقيقة، لأن اليوم الحقيقة تأتينا من الصحفيين الموجودين في قطاع غزة وليس من وسائل البروباغندا التابعة للجيش الإسرائيلي. يعني هل من تواصل مع إسرائيل من جانب منظمتكم؟ هل يتم مساءلتها، خاصة حين يأتي الرد الإسرائيلي أنه هذا قصف بالخطأ؟ لا يوجد تواصل بين مراسلين بلا حدود والحكومة الإسرائيلية. مراسلين بلا حدود تتواصل مع الصحفيين، مع وسائل الإعلام المتواجدين في قطاع غزة، مع منظمات أخرى ومع المؤسسات الدولية، ولكن أؤكد لك بأنه ليس هناك تواصل بين المنظمة والحكومة الإسرائيلية. شكرا جزيلا لك ضيفنا من الجزائر، ممثل مراسلون بلا حدود في شمال أفريقيا والشرق الأوسط خالد دررني.